حاجة جميلة طبعا ممتازة ان لتاني سنة على التوالي البطولة المفتوحة للنادي الاهلي بطولة الاسكواش بيشارك فيها اكبر عدد كل اندية الجمهورية. انا متحيز شوية للعبة الاسكواش لانها من الالعاب طبعا اللي فيها تنشيط كبير قوي للشباب ومن الالعاب الفردية اللي عايز تاخد اكتر من حقها، يعني امنيتنا ان الاسكواش ده يبقى لعبة اولمبية يعني. والنادي الاهلي الحمد لله بيمتاز بقامات كبيرة في الاسكواش. أنا يعني كنت موجود دلوقتي مع الكابتن ناصر زهران والكابتن عباس قعود والمجهود اللي هم بيعملوه حاجة مشرفة باسم النادي الأهلي قدام كل الأندية في مصر هنا، وفيها مساعدة للنادي الأهلي في البطولة دي لأندية مصر كلها. ده الدور الطبيعي لينا، وبالعكس الحمد إن شاء الله مستقبلا إحنا شغالين دلوقتي على تميز أكبر وتسهيلات أكبر في حاجات كتير سواء في الملاعب أو غيره لكل الألعاب كلها، عشان دي المنظومة اللي إحنا حطيناها في برنامجنا واللي هنفي بيها لأعضاء النادي الأهلي. وزي ما بقول لحضرتك احنا عايزين السكواش نفسنا تبقى لعبه اولمبيه، وفي نفس الوقت نفسنا يطلع من عندنا في النادي الاهلي في بقيه الالعاب اللي هي الاولمبيه ابطال اولمبيه. بطوله النادي الاهلي من اكبر البطولات المحليه في اشتراك عدد اللاعبين، بطوله بتجذب جميع انديه مصر، فيها اكبر عدد من المشاركين، ومعروف عن بطوله الاهلي وحرص النادي الاهلي على اقامه البطوله واستمرارها. حتى قبل مجمع السكواش ما يتبني كانت البطوله تقام وكنا بنأجر ملاعب مثلا بره، دلوقتي ما عندنا المجمع احسن مجمع في مصر، فعشان كده البطوله بتجذب بطوله الاهلي بتجذب اكبر عدد من المشاركين في البطوله. النادي الاهلي صاحب الرياده في لعبه الاسكواش منذ زمن الخمسينات والستينات، كابتن ابراهيم امين والكابتن عبد الواحد عبد العزيز والكابتن شريف عفيفي وجلال علام، وكان دول اول ابطال عالميين لمصر، والكابتن عبد الفتاح ابو طارق الله يرحمه. فالنادي الاهلي لعبه الاسكواش من الالعاب المشهود لها بالانجازات العالميه طول عمره يعني. مستوى لعيبه النادي الاهلي بقياده المدير الفني الكابتن ناصر زهران ان شاء الله فرصتهم كبيره جدا في احراز عدد كبير من المراكز الاولى، كما في السابق في البطولات الاخرى التي اقامت في انديه مختلفه، فالنادي الاهلي فرصته كبيره في الفوز بمعظم المراكز الاولى ان شاء الله. استعداداتنا للبطوله قبل بدايه البطوله طبعا تجهيز الملاعب وتجهيز الاستضافة للناس المشاركين في البطولة، ولو اتكلمنا على البطولة دي هتبقى من أكبر البطولات حتى الآن اللي شارك فيها عدد كبير جدا من اللعيبة يتجاوز 1007 لاعب، ودي ما حصلتش في أي بطولة. احنا النهاردة دي البطولة رقم 8 في الموسم، كل جميع الأندية يمكن أقل من 800 700 900، لكن النادي الأهلي عدى 1000. ده إنجاز بالنسبة لينا، مش إنجاز للناس بترغب في مشاركة في هذه البطولة بما اسم النادي الأهلي العريق الكبير. النادي الأهلي كل الناس تتمنى المشاركة في هذه البطولة، إن بيكسب بيحمل كأس مهدى من النادي الأهلي، وده بالنسبة لي تاريخ يضاف إلى تاريخ اللاعب. لو اتكلمنا على الأندية المشاركة بيشارك أكثر من 18 نادي في هذه البطولة، ده برضه عدد كبير جدا. الحمد لله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مدين باور جامد جدا لنجاح هذه البطولة،
وان شاء الله البطوله ديت النادي الاهلي هيحقق فيها نتائج كويسه جدا كالمواسم السابقه ان شاء الله. بنقول للناس طبعا الضيوف البطوله اهلا وسهلا فيكم في بيتكم الثاني النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله تبقى بطوله ناجحه باذن الله. طبعا البطوله دي بيشارك فيها جميع اللاعبين، مش عايز اقول بس لاعبين مصر المحليين، لكن اللاعبين مصر الدوليين اللي هم محققين نتائج دوليه على المستوى الدولي، اللي هم لسه كاسبين بطوله انجلترا وبطوله امريكا وبطوله هولندا والمانيا. يعني البطوله فيها جميع لاعبي منتخب مصر، ودي اللي هي هتبقى بطوله مهمه جدا جدا جدا، ان هي دي تعتبر بطوله قبل بطوله الجمهوريه اللي هتقام في شهر مارس الجاي ان شاء الله. فكل واحد بيتمنى يعمل نتيجه طيبه في البطوله عشان يحصل على عدد من النقاط تضاف الى التصنيف المحلي بتاعه. طبعا النادي الاهلي طالما دخل في اي منظومه رياضيه دي دليل نجاح للبطوله. النادي الاهلي تنظيميا واعلاميا نادي قوي جدا، مش بس في مصر، في البلاد العربيه وعلى المستوى الدولي. النادي الاهلي بما يحمله من اسم كبير جدا واكبر نادي في افريقيا، فاعتبر النادي الاهلي دوت اسم يتمنى اي منظم بطوله او اي جهه تعمل بطوله ان النادي الاهلي هو اللي يقوم بتنظيمها. رساله للاعبين النادي الاهلي، ربنا يوفقهم ان شاء الله ونحقق نتائج كويسه وطيبه ان شاء الله تضاف الى رصيدهم. اما بالنسبه للاعيبه اللي هم من الانديه الاخرى، نتمنى طبعا ان هم بطولة بالنسبة ليهم تبقى موفقة، الاستضافة تكون على ما يرام، يكون إن شاء الله يطلعوا بعد البطولة يتكلموا عليها إن بطولة الأهلي من أنجح البطولات اللي بتقام في هذا الموسم.